بنصبح عليكم مرة تانية ونشرة مفصلة لأحوال الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، الطقس هيكون مائل للبرودة صباحاً، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كمان في نشاط للرياح على بعض المناطق. وخلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا كيفا. صباح الخير يا دكتورة منار، أخبار الطقس إيه النهاردة، وهل هيستمر ارتفاع درجات الحرارة في الأيام اللي جاية؟ بالفعل احنا اليوم بنشهد ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، وده بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من مناطق صحراوية. الكتل دي مرتفعة بشكل كبير في درجات حرارتها، في كمان زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، فبالتالي هنحس بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، وأيضا محافظات جنوب سيناء. الأجواء بتكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، أجواء نقدر نقول مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، ودي المحافظات المطلة على البحر المتوسط. ده هيكون خلال فترات النهار. خلال فترات الليل هيحصل انخفاض في درجات الحرارة، وهيكون فرق كبير بين فترة النهار وفترة الليل، لكن هنحس بالتحسن في درجات الحرارة فترات الليل. الأجواء هتكون أجواء مائلة للبرودة في أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة كمان النشاط الرياحي اللي هيكون موجود في مناطق معينة، مش هيأثر بشكل كبير على إحساسنا بدرجات الحرارة. كمان اليوم تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، لكن سرعان ما تلاشت مع سطوع أشعة الشمس ورؤية تحسنت على أغلب الطرق. متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس إن شاء الله، وارتفاع مؤقت أيضا في درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، هتوصل 32 درجة مئوية خلال فترة النهار، لكن إن شاء الله مع يوم الجمعة تبدأ تاني الكتل الهوائية الشمالية تأثر علينا، وتكون كتل هوائية منخفضة في درجات حرارتها، وبالتالي هيكون في انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، ونعيش أجواء رباعية. كمان الانخفاض ده هيكون فترات النهار وايضا خلال فترات الليل، عشان كده احنا بنأكد على كل الساده المشاهدين مهم جدا ناخد بالنا من نوعيه الملابس خاصه خلال فترات الليل، لان لسه هنحس بالبروده خلال الايام القادمه. فرص الامطار هتعود تاني على المناطق الساحليه مع يوم الخميس فتره المساء، وايضا يوم الجمعه والسبت، لكن مجملها امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. يعني يمكن هو الناس بتقلق يا دكتورة منار من فكرة ان الصبح حر وبالليل برد وشوية مطر وشوية تراب، يمكن وده طبيعي في الفترة ديت، يعني حالة عدم الاستقرار بتهيألي، يعني مش عارفة هنفضل كده لغاية امتى، الصبح حر وبالليل برد، هي دي المشكلة. بالفعل هو طبيعي جدا في الوقت ده من السنة الفرق الكبير بين درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل. أيوة. يمكن ما فيش مشكلة تماما من فترة النهار اللي هنأكد عليه فترات الليل، لسه صح. شوية ناخد بالنا من نوعية الملابس، يمكن نكمل معانا كمان بدايات شهر خمسة، يمكن لمنتصف شهر خمسة ممكن نبدأ في يعني نفضل في درجات الحرارة المتقلبة بين فترة النهار وفترة الليل، فرص الأمطار اللي هتبقى لسه موجودة معانا، فعشان كده احنا بنأكد على نوعية الملابس عشان ما نصابش بنزلات البرد، لأن كمان مع يوم ليلة يوم السبت والحد الصغرى فترة الليل هتكون 15 درجة مئوية، مع نشاط الرياح اللي بيبقى موجود في الأيام دي هنحس أكثر ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بالفعل. لكن نشاط الرياح مش هيكون مثير للرمال والأتربة على الأقل خلال الأيام القادمة. على العموم بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 32 والصغرى 18، وفي العاصمة الإدارية العظمى 32-17، اسكندرية 26-16، والعلمين الجديدة 26-16 أيضا، مطروح 25-16، ودمياط 26-16، بورسعيد 27-17، أما الإسماعيلية 33-17. في السويس العظمى 32 والصغرى 18، والعريش 28-17، كاترين 26-11، وطابة 29-20.
في حلايب العظمى 29 والصغرى 22 وفي شلاتين 33-23. شرم الشيخ العظمى فيها 33 والصغرى 23 والغردقة 33-22. نروح بقى للفيوم، هنلاقي ان درجة الحرارة العظمى فيها 32 والصغرى 18 وفي بني سويف 33-17. الوادي الجديد 37-22، أسيوط 35-19، سوهاج 35-19 أيضا، ولكن قنا 36-22، الأقصر 36-22، وأسوان 36-23. وبكده انتهت نشرتنا الجوية المفصلة. نرجع تاني ليك يا مصطفى نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هلا. شكرا ليك.